وقلبي للأقصى وبكرة دربي للأقصى. السلام عليكم. وعليكم السلام، سمعتك. يعطيك العافية، يلا جهزي رابط الزوم وحضري حالك. هاي أنا وصلت، هيني بعثت لك إياها. يلا الله يرضى عليك. السلام عليكم. كل أقصى حقي بيجمعنا على الظالم وعوانه، عنه ما حدا رح يمنعنا، يحلى اسمه وعنوانه. روحي وقلبي للأقصى وبكرة دربي للأقصى. أنا روحي وقلبي للأقصى وبكرة دربي للأقصى. أنا للأقصى، أقصانا والكون بيشهد. عليك يا تقوى. الحمد لله. ده ورجيك الأقصى أول شيء. أفتح لك الكاميرا. يلا. شوفي. بدكش تحكي إشي يا تقوى؟ ما نفسكش إشي؟ في بداية طريقي مع القرآن كانت لدي أمنية واحدة، أني أكون معلمة قرآن في ساحات المسجد الأقصى، وأتمنى من الله أنه هذه الختمة تكون خطوة في هذا الطريق وخطوة إلى هذه الأمنية إن شاء الله. ربنا يحقق لك أمنياتك يا تقوى. يلا يا تقوى بلش. شو أقرأ؟ محل ما وصلنا. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. يعطيك العافية تقوى، الله يجزيك الخير. خلص تمام، موعدنا إن شاء الله بعد صلاة التراويح. يلا الله يتقبل منك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من على أبواب المسجد الأقصى المبارك في طريق المجاهدين، هذا الطريق الذي اعتدت أن أرابط عليه وأنا مبعد عن المسجد الأقصى، وكثرت أيام إبعادي وقرارات إبعادي عن المسجد الأقصى المبارك، لأختم ختمة قرآنية جديدة ليصل صوتي هذه المرة إلى العالم وليس فقط إلى المسجد الأقصى، لأنقل إجازة القرآنية إلى إحدى طالباتي من خارج فلسطين من الأردن. وهذه ليست المرة الأولى التي أنقل فيها إجازة القرآنية إلى خارج فلسطين، حتى إذا ما أتوا يوم الفتح يأتوا إلينا بإجازات قرآنية وأسانيد باسمي مرتبط بأسمائهم وأسماء من يعلمونهم من بعدي إن شاء الله. هذه الختمة القرآنية أعتبرها ختمة صمود وتحدي، هي ختمة بدأناها في المسجد الأقصى المبارك على رغبة الطالبة وابنتي الأقصوية التي أقرأتها هذه الختمة القرآنية تقوى الخروف من الأردن. بدأناها في مصلى الرحمة، حيث دخلت إلى المسجد الأقصى قبل أكثر من 7 أشهر، ولكن للأسف الإبعاد حال أن أكمل هذه الإجازة داخل الساحات، فأكملناها على المطلات وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك. وفي شهر رمضان كان لنا القسم الأكبر في قراءة هذه الإجازة القرآنية، وكان من المفترض أن نختمها في أواخر رمضان لا سيما في يوم 28 رمضان، ولكن للأسف كانت أحداث المسجد الأقصى واعتداءات الشرطة في كل المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى حائلا دون أن نختم الإجازة القرآنية على الأبواب، فاضطررنا لتأجيلها حتى أدخل المسجد الأقصى. ولكن للأسف لم ألبث وأن أدخل المسجد الأقصى لساعات قليلة، وبعدت عن المسجد الأقصى مرة أخرى لمدة 6 أشهر، فقررنا أن نختمها اليوم لنكسب فضل العشر الأوائل من ذي الحجة على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وبالرغم من رباطنا منذ ساعات الصباح الباكر وخاصة في هذا اليوم العصيب على مدينة القدس والمسجد الأقصى وما حدث من اقتحامات ومن اعتداءات على المسجد الأقصى، جئنا لنطهر أبواب المسجد الأقصى بتلاوات قرآنية وبإجازة قرآنية جديدة بنكهة الصمود والثبات عند طريق المجاهدين على أبواب المسجد الأقصى المبارك، لنختم القرآن الكريم وأجيز طالبتي بالسند، طالبتي الأقصاوية الأردنية الفلسطينية المقدسية القلب والهوى تقوى الخروف على أبواب المسجد الأقصى، ونفطر أيضا على ساحة أو على أبواب المسجد الأقصى. تقوى أنا أول إشي رح أخلي الكاميرا علي، بعد هيك رح أقلب والبنات يشوفوكي، ماشي؟ يعني طول الوقت رح يكونوا البنات شايفينك. رح بدك تعلي صوتك كتير منيح،
عشان يكون مسموع. وهلا احنا هون رح نلزم الهدوء بالشارع. مش لاقيين السماعة لانه عشان مناش نتأخر عشان موعد افطار عندكم، بس ان شاء الله انه لكم اجر الرباط والصبر. يعني احنا طول النهارنا قاعدين في الشمس هون ومحروقين حرق والاحداث في الاقصى، فيعني عيشوا معنا اللحظات. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لك الحمد على نعمة الاسلام ولك الحمد على وأنت تعلم أن معلمتي هنادي أعطتني من وقتها وعلمها زبدته لا فضوله، فتقبل منها ما عملت وعلمت، اللهم بارك لها في وقتها وجهدها ومالها وأهلها ببركة القرآن الذي أفنت وقتها لأجله، وببركة الأقصى الذي أفنت عمرها لأجله. اللهم لا تدع لها من الخير سؤلا إلا وآتيتها إياه. رضي الله عنك وأرضك يا تقوى. هلأ أنا رح أحكي الله يرضى عنك عمتي سيدي. الله يرضى عنك يا تقوى، الله يحفظك يا أمي البراء ويبارك فيكي ويبارك عليك. الله 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 اكبر ولله. شايفين هذا القالب الكيكس؟ هذا لتقوى الغالية. علمتي شايفتيه؟ اه شايفته يا حبيبتي، طبعا شايفته في قلبي وعيوني شايفته. طيب خليني احكي نص الاجازة القرآنية يا تقوى عشان خلصنا. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. قد وفق الله الغالية تقوى ابنتي الأقصاوية الأردنية المقدسية الغالية لترتيل كتابه وقراءته برواية حفص عن عاصم كما ورد في كتاب التفسير. وحفص وهو أحد الرواة الذين أخذ عنهم عاصم الكوفي أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي، وكان آخر مجلس ختام لنا في نهاية شهر رمضان. أنه يوم يتقوى؟ أتوقع في يوم 25 رمضان، 27 رمضان، واليوم آخر آيات تلوناها وختمناها اليوم. أردت أن أجيزها بما قرأت علي من القرآن الكريم، وآمل أن تنقل عني ما سمعته مني كما أخبرنا بذلك سادتنا ومشايخنا وعلمائنا، وأن تجيز من رأته أهلا لذلك وهي أهل لذلك. ولما آنست فيها الضبط والإتقان ووثقت من أهليتها في القراءة بالشرط المعتبر عند العلماء، أوصي المجازة تقوى بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، والمداومة على تلاوة القرآن والتخلق بأخلاقه والبحث عن دقائقه، وأن تجتهد في طلب العلم سائلة المولى عز وجل أن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين. يا غاليتي رضي الله عنك وحفظك وجعلك من جنده المرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك. الله أكبر ولله الحمد. تكبير الله أكبر ولله الحمد. وشهدتي معنا يعني كل الأحداث، شهدتي معنا يوم 28 رمضان وتأجلت الإجازة ولم يشأ الله أن تكون في ساحات المسجد الأقصى. بدأناها في ساحات المسجد الأقصى، ولكن لعل اللقاء يتقوى يكون مش في ختمة الإجازة في ساحات المسجد الأقصى، اللقاء القريب بك في ساحات المسجد الأقصى وأجتمع وإياك. خليكم معنا، إحنا رح نفطر هون وراء دوالي، وإن شاء الله والأخوات والصبايا الأقصويات رح يفطروا معنا كمان هون على أبواب المسجد الأقصى. مبارك مبارك فتح الله عليك، رفعك الله سبحانه وتعالى ونفعك بالقرآن العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن تكوني نفعا للأمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن تكوني كالغيث أينما حل نفع بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن تكوني مباركة أينما كنت بإذن الله سبحانه وتعالى. وحجة نفيسة حابة كمان تحكي لك كلمة حلوة منها. كل عام وانت بخير، يسعد مساكي اول، كل عام وانت بخير ان شاء الله. عيد الجاي بنلتقي في الاقصى احنا وياكي جوا واليهود. وختمنا على صوت اذان المسجد الاقصى المبارك، يعني شايفة تأخير علشان تسمعوا اذان المسجد الاقصى.
لازم يجيبوها بعدين نصلي. ازيك يا بنت؟ يا عمري تبليش يا جماعة. يلا عال. هدير؟ هدير اتوكل. فيش وقت دي و... الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. انا بدي اخذ بيدي لحالي. سندر؟ نختار بعد تقول لي كده.